بسم الله. المهم هذه من اعز الطرق اللي كنبغي ناكل بها لي سباغيتي. مقله فيها واحد 46 ريال تاع الزيت مع واحد 3 تاع الريوس تاع الثومه يكونوا كبار ولا تاع 4 ما كاينش مشكل، كيتحطوا فوق ديك الزيت. وهنا كنجبد حبه نقلبها باش ما تكونش طايبه بزاف، خص يكونوا ال دينتي. هاد لي طوماط سوليس كنقطعهم على 4 بحال هكا، كنزيدهم على داك الثومه ديالنا بالزيت. وهنا كنغسلوا سباغيتي ونخليوها تقطر باش ما تبقاش سخونه كتعجن. هنا واحد 200 غرام تاع الكروفيت. المهم انا كنقطعهم، اللي بغى يخليهم مكملين يخليهم. هنايا الكرافس الملحالي بزاف شويه نتاع الفلفل الاحمر. والطبسيل كيطيح رخص بزاف من داك طبسيل سباغيتي بولونيز اللي كتاكلوه ب 40 درهم في الزنقه بداك مطيشه حامضه. المهم انا ما كترطب مطيشه، كنزيدو شويه تاع الماء فحال هكا، ماشي ضروري يكون لي بات. هنا كناخذوا العبار نتاع الطبسيل باش ما يجيش بزاف صافي. وكنخلطوا داك الشيء. راه واخا ما يكونش الكروفيت غتاكل طبسيل نتاع سباغيتي بشهيوه، واخا هو الكروفيت كيزيدوا شويه نتاع المذاق بيان سور. ما يعني ما كاينش غرام تاع التهليكه، هذه غير شويه نتاع الديكوراسيون. التويه ما كتبقى طايبه هكاك، ما محروقه ما خضراء. هنا كنشارجيو المكحله ديالنا بالبارميزون، كنديروا واحد شويه برك ماكله داك الجيم نشوفها واش خدامه. شكرا وندوزو نشوفو المديره. المهم كي دايما مليحه والابزار شويه الحار اللي بغا ولا اللي بغا يدير مزود فيه. هذه المديره كتاكل لك روكيت ديالها سمعتو التقرميشه. المهم وهكاك نكونوا صوبنا طبيس الناضي بمذاق زوين. سلم عليا خير الطبسيل، يلا الله يعاونكم.